أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء من كلام جرايد. في هذه الحلقة من كلام جرايد يسعدنا أن نلتقي ونجمة السينما ونجمة عروض الأزياء الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بي. حضرتك تعرفي أن حلقتنا من كلام الجرايد هتتناول كلام قلتيه في الجرايد وحنفكرك بيه وتردي علينا. ربنا يستر. أسأل حضرتك. فاتنا. قلتي حضرتك لجريدة يومية صدرت في أواخر سبتمبر سنة 96 بطريقة مستكينة وهادئة وجميلة: أنا سيدة هادئة ومسالمة أكثر من اللازم، وبتسامح في كل حقوقي، وأحيانا أقابل الشر بالدموع. الكلام ده صحيح يا مدام رجاء؟ رغم شكل حضرتك وأعمالك اللي بتنم على أن حضرتك شخصية قوية جدا. أنا متسامحة قوي قوي، يعني لدرجة مش لطيفة حتى، يعني بحب الإنسان ياخد حقه، وأنا بعرفش أخد حقي أبدا، ويمكن من خلال أدوار الشر اللي بأديها ببقى سعيدة جدا بده، إن أنا بفرغ شحنة مش قادر أعملها في الواقع أبدا، فحقي فعلا ما بعرفش أخده. لما بأفاجئ بحد بيهاجمني أو بيقول لي ساعات لفظ ممكن يكون مش عايز أقول، يعني يكون لفظ جرح أو بتاع، لكن لو اتفاجئت بشخص بيهاجمني ما بعرفش ارد، ممكن قوي ادمع، ممكن قوي اعيط، ولكن بعدها بيومين الم شتات نفسي واحاول اواجه الموقف، بس بيكون خلاص عدى. دايما انا بيختاروني الادوار الشر او الارستقراطيه النرجسيه الانانيه اللي تمتلك الاشياء وتمتلك الناس، وبعد ما تلعبيهم تدمرهم وترميهم وبرضه تعيط عليهم لانهم ايه اللعبه بتاعتها. وبتاخد كل شيء في الحياة على انه حق مكتسب ليها، فبمفهوم خاص، يعني لان احنا دايما بقدم شخصياتي على انهم شخصيات لحد كبير مريضة، يعني مش شخصيات عادية، فبفرق شحنة دي من خلال الادوار. وابقى سعيدة قوي، ببقى سعيدة جدا لاني ما بعرفش اعمل ده في الحياة، فبتلاقيني في الادوار عمالة يعني اشخط في ده وانطق في ده. لا مسكين انا، لا انا غلبانة. المخرجون حبسوني في شخصية المرأة الارستقراطية. طيب ازاي الانسان يقدر يتحبس رغم عن ارادته طبقا لان المخرج عايز كده؟ وهل حضرتك بتحب بالفعل تمثيل الشخصية الارستقراطية ام ان هذا هو طلب المخرج وهو ترشيح المخرج؟ لا انا عايز اقولك، هو طبعا في شقين هنا، هو تكوينتي التكوين العام لرجاء الجداوي وماضي رجاء الجداوي كعريض ازياء وكشكل ارستقراطي او تصور الناس انه شكل ارستقراطي، يعني سبق علي الشكل الارستقراطي ده، الشكل الانيق، الشكل الست اللي بتقعد على طول كل شعرها مكانها، وزي ما انت شايف كده لابسه جوانتي ولابسه مش عارفه ايه. يعني منظر شويه. فال اول ما المخرج بيشوفني او المنتج بيتصور على طول ان انا لا اصلح اني البس جلابيه وشبشب، دي ابعد ما تكون عن ذهن. في مخرج تاني من ورا الشخصيه او ورنيش الاجتماعي اللي بتكسر رجاء الجداوي نفسها بيه بيشوف جواها بنت البلد، بيقدر يقول انا طالع من رجاء شخصيه تانيه. لكن فعلا انا حبست مده طويله جدا داخل شخصية السيدة الارستقراطية، وده كان نتيجة شغلي لمدة طويلة قوي قوي كارت انزياء. حبست فيها لمدة زي ما بنقول اتحبست فيها او حبسوني فيها لمدة طويلة. الارستقراطية السطحية اللي ما فيش ست مدمرة كده، فقلنا لا طب ما نحولها لشخصية مريضة سايكوباتيك، وده موجود في الحياه بقى، مش ضروري تبقى ارستقراطيه، ممكن تبقى ست عاديه ولكن مجنونه عندها تطلعات اكبر من حجمها، غنيه ولكن مريضه بالكليبتومانيا بالسرقه، نرجسيه انانيه بتحب كل شيء لنفسها وبس، زوجه مستغله لنمط نفسي، فالابناء لنمط نفسي، فده خلاني برضو اطلع شويه من الشكل اللي انا فعلا كنت حبست فيه.